أهلا هلا وعداد ما هب نسناس، أهلا هلا يا من جمعتوا مزايا من نوركم، أضوى مكاني كنبراس بحروف شعر نابعة من حنايا، لبستها من منطق العذب ألماس، خصيتها للي حضر بالتحايا وهديتها للي تعنى من الناس. صادق كلامي مرتبط بالنوايا، أنا أكتب قصيدي دون ورقة وكراس، لأن الشعر متوسد في حشايا وارسم ملامح شاعرة ترفع الراس، متميزة في شعرها والرواية. في جلسة شعرية طوقتها قصائد تتغنى بالوطن وأخرى تطل من نافذة الغزل، استضاف مجلس الحيرة الأدبي في الشارقة كل من الشاعرات شهد العبدولي وبشاير الحمادي وميثاء الكعبي بحضور عدد من المثقفين والشعراء ومحبين الشعر النبطي. اليوم نحن صراحة سعدنا بهذه الأمسية المميزة من خلال مجلس الحيرة الأدبي أن يتواجد ويانا كوكبا من شاعراتنا الإماراتيات ما شاء الله المبدعات، وتقديم الإعلامية مريم الحمادي مميزة في التقديم، وفعلا أسعدتنا بهذا التواجد الجميل. وشاعراتنا ولله الحمد يعني كلهن متميزات في العطاء والإبداع. استهلت الأمسية بكلمة ترحيبية قدمتها الإعلامية مريم الحمادي، من ثم شهدت الجلسة إلقاء قصائد شعرية من الشاعرات تنوعت بين مختلف المواضيع وأهمها حب الوطن والأم والغزل والعتاب. اليوم شاركنا في أمسية شعرية نسائية متميزة صراحة بوجود خواتي الشاعرات، مستانسين عليها كون أن اليوم دولتنا تدعم الحراك الثقافي النسائي أيضا في مجال الشعر والأدب. فمجلس الحيرة الأدبي ودارة الثقافة يعني من تعرفين المجالس المهمة في دعم الكادر النسائي في هذه المسيرة وهذا المجال. شاعرة مبتدئة ما زلت في بداية مشواري مثل ما يقولون، أتاحت لنا مثل هالفرصة الجميلة اللي نلتقي فيها بالشعرة سواء كانوا النساء اللي كانوا معي زميلاتي على المسرح والشعرة الباقين، فأنا أتقدم لهم كل الشكر على هالدعم ويعطيهم ألف عافية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بالحضور الجميل والتنسيق الرائع، وأحلى ما كان يعني أحلى شيء في الأمسية بكبرها هي وجود الناس وتفاعلهم وتعاطيهم معانا، تشجيعهم، كل هذه الأمور صراحة تشجع الشاعرة الإماراتية على أنها تكون واثقة من نفسها وواقفة على أساس جدا متين في الساحة الأدبية والشعرية الإماراتية. سعيدة جدا بتقديمي للأمسية الشعرية، وإني تعرفت على فئة جميلة جدا تميزت بالنكهة الإماراتية الأصيلة، وإني شفت هذا الاستقطاب الكبير من الجمهور للأمسية الشعرية، وأشكر بالأمانة مجلس الحيرة الأدبي. جلسات معطرة بالقصائد الوطنية والوجدانية في مجلس الحيرة الأدبي الذي يحرص باستمرار على احتواء المبدعين والمثقفين والأدباء وإقامة مثل هذه الفعاليات الشجية.